كمان انا يعني هلا هن يمكن قاعدين بالبيت عم يعملوا اونلاين بس انا لا. والله العظيم انا في عندي جاري هون ورا خيمه تبعتي هون ورا جاري مركب مرشاه تبع مي. انت الصف الاول رحت ما صفيت الاول. هلا اشو شويه. انا ما في اتعلم على هذا التليفون لانه اول شيء مكسر وما فيه كاميرا وما فيه شبكه ما فيه شيء. بس رقم. وذاكره ما فيه. وتليفون واحد عندكم بالبيت؟ او تليفون واحد ما في غيره. كله. حلو. علي بنتري. لما سالتك حتى بسوريا غطي كل 7 سنين. بحب بروح على المدرسة. هيك اتعلم، بحب النور. شروع ولي انا يختالها بصمت بسروع يتعدى سنة. اعطيني حل. لازم يروح على المدرسة. ما هي الأمم وهي أمنا وهي أبونا. ما يروح على المدرسة، شو بدي أعمل؟ قولي لنا. طب زينب هالكتب هاي. لهلا عشان ناتي بشوفك عشان ناتي بجيب لك إياها. فينا نشوفهم؟ لأنه مش عم بروح على المدرسة. وما فيني، ما في أهلي يأمنوني مدرسة إنه بالبيت. الحمد لله. راح يضلوا عندي هون. راح يضل عندي هالصبي. طب هذا الصبي قال له هلا واحد ضرب واحد ما بيعرف. بفرصة العيد. اوكي. يمكن لا ما بعرف. ها كسر يعني مثل ما كنت اشتغل على انه ادرس هاي سيونس واشياء هدول يعني هدول ما بعرف صراحة عن جد اشياء صعبة عم يعطيهم على الصفوف اللي بالفي انت متقاصص الجمعية دفعت مصاري ما بدي اطلع على الاونلاين خلص ما بقى في كأنه شيء نسدد بوشك باب رزقه ونسدد بوشك او الدنيا سودت بوشك بصير افتح يوتيوب اخر هم الدرس بحضر يوتيوب وبدي جاوب كمان ما اقدر صرت احكي ولا اسال الاساتذة واختطف حرية ونهج النهج سوية واحترم ذريتك واحترم ذريتك لا تكن عبدا ذريا مثقلا عن قلب مدرسة لا اكيد بيروح انتهى اكيد بيروح مزبوط مش بيروح كليا بيرجع بعدين Yeah.
صعب.